في اقتراح كثير مهم ان شاء الله يصير هو راح اقول لك اكزاكتلي انشاء خليه ازمه، انشاء خليه ازمه من قبل مجلس وزراء تشمل اخصائيين تتحدد مهامها بشكل مفصل على ان تتالف من كبار القضاة ذوي الخبره ووزراء وخبراء ماليون واقتصاديون، هودي كلهم بيجتمعوا وبياخذوا مش بس قضية القضائية، بياخذوا القضايا المالية والاقتصادية والمصرفية وبيحطوا تصور عام كيف بده نغزو البلد. هيدي من المقترحات اللي مقدمينها هلا نيل، مشان بدي خليه سريعه لانه البلد رح يروح. بس مين علق هلا؟ في البعض بس يسمعك عم تقول انه هيدي الخليه من قبار القضاة والسياسيين والاقتصاديين، مبدا فصل السلطات بيقعد بالزاويه. لا ما دخل، عم نوضع حلول، ما عم نوضع قرارات. انت بدك تفصلي بس ما هي بتاثر على القرارات. لا لا لا، ما هي يعني قصدي، يعني قصدي يا استاذ صخر انه قصدي انه عندما كل يعني عندما كل المؤسسات تروح على خليه لتحل ازمه معينه بتكون عم تضرب فصل. لا لا لا، رح جاوبك شو بيقول الدستور. التعاون بين السلطات لحل المشاكل، التعاون بين السلطات الأربعة، يعني السلطة القضائية من ضمنه. نحن ما عم نقول هو التدخل اللي عم تحكي عنه أنت، عندما رئيس الحكومة بيتصل بقاضي معين بيقول له هيك بدي بيطلب منه، هيدا التدخل. نعم. أما اليوم إذا طلب من المشرفين على السلطة القضائية أن يعطوا تصور معين لحل مشكلة وطنية بلبنان، بيكون تدخل؟ لا، مش تدخل أبدا. بعدين بسألك سؤال، ليه ما بتعتبري وقت اللي بيعينه رئيس مجلس قضاء أعلى مجلس وزراء تدخل؟ او بيعينوا او دعم تمييز مجلس وزراء مش تدخل؟ لا، ما هي مشكله اصلا من المشاكل اللي بيعاني منها جسم القضاء، انه السلطه السياسيه هي بتعين رؤساء المؤسسات القضائيه بحكم انه بصير يعني رئيس المؤسسه القضائيه مثل كانه معلق بالسلطه السياسيه. في ثلاث قضاة بتعينهم السلطه التنفيذيه. اول شيء هو مدعم تمييز. نعم. تبي شغله، مدعم تمييز بسموه بروكيرور دو لا ريبوبليك، هو يمثل الدوله اللبنانيه. نعم. وبالتالي بتقدر الدولة اللبنانية تخاطبه خطيا، يعني بيقدر رئيس الحكومة يبعث كتاب لوزير العدل بيقول له بدي تحرك النيابة العامة التمييزية بهالموضوع. وزير العدل بيعمل ساعتها كتاب وبيبعثه لمدعم تمييز، مدعم تمييز اجمالا مجبر بتحريك الحق العام بهذا الموضوع وبيعمل تحقيقات. اذا ما في تدخل بمعنى. بس اليوم اذا قلت لي انه رئيس الحكومه او رئيس الجمهوريه بيقول له لوزير لمدعم تمييز وقف لي صخر الهاشم شو ما كان السبب، هذا تدخل. طيب شو بتعمل هذه الازمه؟ مهمتها الخليه بدها اول شيء اليوم نحن بازمه كبيره، خصوصي للمذيعين وخصوصي لصغار المذيعين. اليوم نحن هلا انتقلنا على قضيه المصارف، انتبه خلصنا من رجاء سلامه. ايه بقى خلص، ما عم بحكي، عم نحكي بس انه هيدي الخليه اللي هي لا تزال اقتراح وناطرين هلا شو اقتراحات القضاة الثلاثه، شو رح يعطوا دراسات على هالموضوع هذا. ايه وحتى يدرسوا هذا الاقتراح في حال يعتمده مجلس الوزراء ولا لا. هلا في جلسه اليوم، شو جلسه؟ شو هلا في جلسه مجلس الوزراء؟ ايه دكتور، يمكن يكون اجاها الاقتراحات. انا اللي بدي اقول لك شغله، خلينا نوجه كلام. انا مودع وانت مودعه، وثلاث ارباع العالم اليوم اللي عم تتضايق هن مودعين، ولكن المودعين عم تاخذهم اوقات السوشيال ميديا والاعلام الى مكان اخر، يعني لاسباب انتخابيه لاسباب سياسيه. اليوم نحن هدفنا الوحيد ان كان رئيس جمهوريه وان كان مجلس وزراء المحافظه على الودائع تبع خصوصي صغار المذيعين، يعني المعترين اللي الضحية. هودي المذيعين لازم يفهموا شغله، ما له المصلحه البنوك تفلس ولا له المصلحه البنوك تسكر، لانه البنك اذا فلس كلنا نحن راحت اموالنا. هلا اليوم بعد القطاع المصرفي هو صله الوصل بين لبنان وبرا. معك حق، بس كمان على المصرف ان يعرف على المصارف المودع عنده حقوق، وانه تقنين المصاري للمودع كمان هو يعني غير وجه حق، يعني مثل ما المودع بده يفهم هيك، وعدم ابتزازه بهذا الموضوع. كانه هلا المودع عم بيصير في ابتزازه، ليك اذا ما بتدافع عن المصارف هلا مصرياتك بدهم يروحوا. لا 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 لا، انا مع المودعين يروح يقدموا دعاوى على المصارف ويحاولوا ياخذوا حقوقهم، بس في شغله مهمه على المصارف كمان، بدنا تحترم العالم المودع عندها، اللي عنده وديعه بالمصرف على المصرف ان يحترمه ويجرب يساعده قد ما بيقدر ضمن الامكانيات اللي متوفره لديه. مثلا بعطيك اكزامبل بسيط وهيدي لازم يفهموها المودعين،
أنا سمعت أحد الزملاء طلع على التلفزيون وقال أيها العالم أيها المودعين ما تخلوا ما تقبلوا يسكروا لكم حساباتكم، وخصوصي أنتم اللي بالخارج اللي برات لبنان، روحوا قدموا دعاوى على البنوك اللبنانية. بتعرف شو معناتها هيدي؟ أعطيك إكزامبل بسيط. في أحد المصارف طلع لي حكم بلندن 4 مليون دولار بلس أتعاب المحامية تبع الخصم، راح دفعها. هؤلاء 4 مليون دولار وين راحوا؟ راحوا من دربي ودربي ودربي المودعين. طب علي وفر كل هالقصة ويحترم المودعين تبعوله ويعطيهم حقوقهم، مش يعطي مصاري بالتقنين. المعاشات صارت عم تنعطى بالتقنين. ما بصير بقى كمان يعني. نقطة ونقطة نقطة ونقطة بس كمان. هل في مصرف بالعالم اليوم من بنك اوف امريكا لبنك اوف نيويورك لجي بي مورغان اذا اجى اكثر من 20% من المودعين قالوا له بدنا مصرياتنا في املون؟ ابدا. اي مزبوط، لانه البنوكي عندنا بلبنان اوعي تخملي ما عنده المصاري. بلا عنده المصاري، بس اعتبري بنك عنده مليار دولار كاش، هلا اللي عنده بصندوقه مليار دولار، وانا باكد لك في عده مصارف عندهم مليار. هاي المليار عندهم مقابلها ودائع ب 15 مليار، لمين بيعطوا هالمليار؟ صحيح صحيح، لمين؟ واضح. بدنا نطول بالنا شوي. طيب. ونشد على حالنا. واليوم في عندك باردون التعاميم الصادره عن مصرف لبنان عم بتخلي المودعين الصغار يتنفسوا. يوم ما تخزيني 500 دولار بالشهر، حضرتك بتقول يتنفس، ومنهم من يقول انه هاي ابر مورفين لانه ودائعه. هيدا هيركت على استاذ صخر. تحليل استاذ صخر، هيدا نوع من الهيركت على الناس الصغار. هيركت حصل، بينما كان مفترض ينقر قانون من سنتين كابيتال كنترول لحتى نحفظ الاموال. يعني كل هذه الاجراءات اللي عم تصير هلا هي اجراءات انه تسحب من المودع الصغير اكثر بكثير من ما بتسحب من المودع. بخبرك شغله، انت هلا سبقتيني على الكابيتال كنترول، بس انا برجع بقول لك انت انا عم وجه كلام للمودعين. انتوا خصمكم مش المصارف، المصارف مسؤولي بحد ادنى، بس خصمكم هن النواب ومجلس النواب اللي لحد هلا ما عمل كابيتال كنترول. بروسيا ب 24 ساعه عملوا كابيتال كنترول، باوكرانيا ب 24 ساعه، بقبرص حتى ب 24. طيب فينا طيب ليه ما عملوا كابيتال كنترول؟ لحلك ليه؟ لانه في هن دائره، هي نفس الدائره تقريبا. ليش المصارف عم يطالبوا بالكابيتال كنترول؟ عم بيطالبوا المصارف؟ إيه؟ لانه في جزء من المصرفيين. لا بتعرفي ليه هم بمجلس النواب؟ نو نو، بتعرفي ليش عم نطالب نحن المصارف بالكابيتال كنترول؟ مشان نمنع العالم اللي برا ياخذوا علينا احكام بامريكا وبفرنسا وبانجلترا، ونضطر ندفع لهم ودائع بال100 مليون و200 مليون والمودع اللبناني له حقه. طيب بس ليه فيك تساليهم للنواب؟ انا هودي النواب اللي هلا بيطلعوا على التلفزيونات يعملوا انتخابات، ليش ما وقفوا على اجريهم بقوه بمجلس النواب وعملوا كابيتال كنترول؟ طيب خليني بدي ارجع لخليه الازمه. في اقتراح بانشاء خليه الازمه، وكنت عم بتقول لي انه في اقتراحات غسان عبيدات من وحده من صلاحياته. هي شو صلاحيات غسان عبيدات؟ اوه هي تقريك شغله، شو فيه يعمل يعني؟ ايه رح اجاوبك يعني، بدي بس شو مطلوب منه يعمل؟ رح بعطيكي بس النيابة العامة هودي الجماعة اللي تشكوا عند رئيسي غدا عون شو حاطين جرائم على المصارف. لا لحظة لو سمحت، أنا بس بدي أعرف بناء على جلسة مجلس الوزراء، في كلام إنه الرؤساء السلطة السياسية قالت هيك، أنا عم بنقل إنه ما بدنا نتدخل فيكم أنتم يا قضاة، بس إنه عملوا صلاحياتكم. صح. شو صلاحياتكم؟ غسان عبيدات هو رئيس هيكليا للنيابات العامة بلبنان كله. شو بيقدر يعمل مع الغد عون؟ لحظة، في عندك شقين هون، في تحريك الحق العام وعدم إيقاف تحريك الحق العام. غسان عبيدات له السلطة إنه يحرك الحق العام وين ما كان بكل لبنان، يعني بيقدر يتلفن لغد عون بيقول له حركي الحق العام او يبعث لك كتاب ضدك او ضدي انا بجرم معين، دونك هيدي من صلاحياته. ايه تفضل تفضل. ايه بينما اذا الرئيس غدا عون او الرئيس ببيروت او رئيس طنوس اخذ قرار بتحريك الحق العام لا يحق لغسان عبيدات ايقاف مسار الحق العام، بس له حق اذا في مخالفات يبعث كتاب للي حرك الحق العام يقول له انت عم بتخالف هون وهون وهون، وبيعطيه ملاحظة على هالموضوع. أوكي.